موعد الاحتفال بالهدف الاول في هذه المباراه. لمن سيكون هذا الهدف؟ للوداد او النهضه البركانيه؟ سؤال طويل عريض. علامه استفهام ستجيب عنها صافره الختام الصافره النهائيه. هذه كره للنهضه البركانيه. عمر ومحسن ياجور، ياجور في التسديد، ياجور ممتازه جدا. العارضه تمنع هدف اول للنهضه البركانيه. كرة ثابتة منتهى الإتقان من محسن ياجور. نبيل برخية يسعد لإخراج بطاقة حدود دقيقة 65. بطاقة حمراء لمحسن ياجور. يقصى محسن ياجور في حدود الدقيقة 65. الحكم بعد الرجوع للفار يبعد محسن ياجور عن المباراة. عبد الله حيمود، عبد الله شبي، عبد الله من الطرف الايسر لسفيان المدن، لمدن من جهه اليسرى لمدن، العب زهير، زهير زهير، والبراد وين براد من زهير، البراد من زهير العروبي، منك يا زهير والتصدي يا زهير. هذا البركاني الكاس 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 من الجيل يرفع الكاس ويبحث عن التدارك في هذه المباراه. كره من زهير، المترجي زهير، المترجي زهير، كره للوداد، المترجي جول، المترجي جول في الدقيقه 76. الوداد يسجل ثاني هدف في هذه المباراه. الوداد يتصدر كل العناوين. المهم العريض المنشئ في دوري الاسبوع. الوداد خادم بقوه، الكره عبر الاجنحه المرتده ينهي المباراه بتفوق الوداد هدفين للصفر، يؤكد صدارته للبطوله الوطنيه. النهضه البركاني يخسر نقاط هذه هي المباراه. الوداد الذي راهن على بدلائه، راهن على بنك البدلاء، راهن على فكر من يسيره ومن يدير شؤونه الفنيه ويكسب ثلاث نقاط على درجه هامه من الاهميه. لا داعي للانفعال، لا داعي للانفعال بعد نهايه مباراه مثل هذه، لا داعي للانفعال. وبطاقه حمراء لفرحان وحمزه رقرقي، لامين فرحان ولحمزه الرقرقي مع نهاية المباراة بإشارة من الحكم السيد نبيل برقية. نهاية المباراة تشهد تشنج الأعصاب أمين فرحان وحمزة رقرقي وبطاقتين حمراوين مع نهاية هذه المباراة هنا في بركان بين النهضة البركانية والوداد الرياضي.